في السياق ذاته شدد أطباء متخصصون على ضرورة اتباع أولياء الطلبة التعليمات والإرشادات الضرورية لحماية أبنائهم من عدوى وباء كورونا. للأمانة هذا الموضوع الآن يقع على عاتق ثلاثة جهات مهمة، الجهة الأساسية وهي أولياء الأمور، حتى لازم يكون لهم يعني مراقبة شديدة وتجهيز أطفالهم قبل ما يذهبون للمدرسة بالكمامات وتوعيتهم بالتباعد الاجتماعي مع تهيئتهم نفسيا انه يعني يستقبلون الموضوع بشكل مهم نفسيا، كون حتى لا يكون الطالب خصوصا المراحل الابتدائية انه مرعوب من روحته للمدارس.